أبرز الأخبار من قناة تن من القاهرة، أهلا بكم. أعلن وزير الآثار خالد العناني الكشف عن 3 مقابر من الدولة الحديثة وأربعة مقابر قديمة بها مجموعة آثار منها القطط المحنطة المعبودة بجبنة سقارة، وهي بداية لكشف أثري ضخم بتلك المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تلك الآثار في متحف إم حتب بسقارة لمدة شهر بدءا من يوم 15 نوفمبر الحالي. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي بمنطقة آثار سقارة للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري بحضور أكثر من 30 سفيرا لدولة أجنبية. بحث وزير النقل هشام عرفات ومحافظ القاهرة خالد عبد العال تبادل عدد من المواقع التي تملكها الجهتين بما يحقق مصالح الطرفين. وخلال اجتماع موسع بحث الطرفان التعاون في مجال إزالة المخلفات من على خطوط ومزلق قناة السكك الحديدية واتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي مسير القطارات، مع اتخاذ كافة التدابير بالتعامل مع الأسواق الموجودة في حرم السكك الحديدية في بعض المناطق بالقاهرة. أشادت وزيرة السياحة رانيا المشاط بجهود جمعية الصداقة المصرية البريطانية في البرلمان وفي بريطانيا لنشر الصورة الإيجابية عن مصر. جاء ذلك خلال لقائها النائب الإنجليزي ستيفن تيمز الرئيس المنتخب لجمعية الصداقة المصرية بالبرلمان البريطاني، حيث أكدت الوزيرة دعم القيادة السياسية المصرية لقطاع السياحة وشددت على حرص الدولة المصرية على ضمان أمن وسلامة كافة السائحين الوافدين لمصر. نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات خدمية للمواطنين بالعديد من محافظات مصر المختلفة. ففي محافظة القاهرة نظم الحزب قافلة طبية بالمركز الطبي بالقطامية، تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأهالي. كما نظم الحزب أيضا قافلة طبية مماثلة بمحافظة الفيوم والمنيا. كما ينظم حزب مستقبل وطن غدا شادرا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة 15 مايو بالقاهرة. كما نظم الحزب عدة قوافل بيطرية بدءا من اليوم ولمدة أسبوع بمحافظة الفيوم. دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح لاجتماع استثنائي للمجلس اليوم للاطلاع على التقارير المتعلقة بالأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت والأثار المترتبة عليها. كان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح قد أعلن ارتفاع عدد الحالات التي تم استقبالها جراء موجة الطقس السيء التي تشهدها الكويت حاليا إلى 409 حالات. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إنه سيتم إيجاد حل لتعقيدات تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بعد 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية. ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن عون قوله إنه لن يترك جهدا إلا وسيبذله في هذه المرحلة من أجل حل تعقيدات تشكيل الحكومة، وأن هذا يتطلب شجاعة وصبرا للوصول إلى الخواتيم. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عمق العلاقات التي تربط بلاده بالولايات المتحدة، مشددا على أهمية تعزيز هذه العلاقات والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال استقباله لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في قصر الإليزيه. وناقش الجانبان عدة قضايا أبرزها الأوضاع في سوريا واليمن وإيران، بالإضافة إلى التغير المناخي والتجارة والشؤون الإفريقية. ومن جانبه قال ترامب إنه تحدث مع ماكرون بشأن تقاسم الأعباء بشكل أفضل داخل حلف شمال الأطلسي. تنطلق في 6 مساء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي على استاد السلام ضمن مباريات الأسبوع 14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. يحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 23 نقطة حصدها خلال 10 مباريات، بينما يبلغ رصيد الإنتاج الحربي 19 نقطة حصدها خلال 13 مباراة. ختام الموجز في أمان الله.